خلونا نروح لمحطتنا الثانية وللأدب والكتب. اليوم ضيفتنا صبية سورية مبدعة وهي فنانة تشكيلية، عندها روايات كتير حتعرفنا عليها اليوم خلال صباحنا لليوم. رح نذكر منهم ذاكرة الأرواح، الرفيف إلى بوابة السماء، ورواية لورانس. الكاتبة أسمهان حلواني، بدي أقول لك يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيك. إبداع وكتابة وفن تشكيلي، يعني اليوم مزيج من كل شيء، جامع كل شيء، ما شاء الله. اهلا وسهلا. ومو بس هيك رشا، ضيفتنا صيدلانيه كمان. خلينا نحكي هيك بالبدايات من عالم الصيدله لعالم الادب والفن التشكيلي، ايمتى هيك كانت البدايات؟ يمكن البدايات الادبيه والفنيه بتسبق البدايات المهنيه اكيد، لانه هي ممكن يا تنولد مع الشخص او ممكن انه هو يزرع بذوره من الصغر. فأكيد موضوع الفن والكتابة أو الأدب كان سباق. اختيار المهنة أكيد بيكون هو نوع من المحبة باتجاه معين، باتجاه علمي معين. ما بشوف أي تعارض، لأنه المبدأ الإنساني واحد، يعني الإنسانة بحسها ما بتتجزأ سواء فنياً أو أدبياً أو صيدلانياً، لأنه نحن كمان بمهنتنا بنكون على تماس مع الأشخاص بشكل مباشر، بنحس بألمهم، بمعاناتهم، بفرحهم، بغضبهم أحياناً، وهذا كلياته يمكن بيعمل عنا اختمار ركيزة لأشياء كمان ممكن نكتب عنها أو نعبر عنها بطريقة جمالية ما. هو صحيح دائما الابداع بنخلق من الالم او من هدول الحالات اللي نحن بنشوفهم بحياتنا، بيكونوا ملهمين لنا لفكره لجمله، حتى لو ما كنتي شاعره او هيك، ممكن تشوفي شيء يطلع معك شيء انت تحسي حالك انه انت قادره تعملي شيء، يعني بالضبط بالضبط. وهذا دائما المحيط هو مصدر الهام، البيئه مصدر الهام تماما. الطريقه يمكن اللي بننشأ عليها كمان بتكون مصدر الهام. طيب خلينا نروح للالهام اللي معك اليوم. نسمع شيء منك، محضرتي لنا شيء؟ هلا اللي ممكن اقراه هو شيء بسيط من ديوان وصايا الماء. وصايا الماء هي اول وصايا الماء هو ثاني اصدار صدر لي، هو نثر شعري. كان الاول هو ذاكره الارواح، بعدين وصايا الماء، وبعدين رحت باتجاه الروايات، فكانت لي روايه الرفيف الى بوابه السماء، ومؤخرا لورانس روايه. يعني تبعاً بالتفصيل عنه، ولكن خلينا نسمع شيء. نعم. غمرت ذات انتظار تنفسها بعمق، فأدرك أن وحشته سراب، وفي غمرة الجواب فني السؤال، وكانت هي اختصار النساء ذات اكتشاف وجد الكنز، فراح في غيبوبة انتشاء، وفي غمرة الصيام أدرك أن الأنوثة إله، ذات هيام صار والنسيمات صنوين، وفي غمرة الهبوب أدرك نجمه البليون، ذات نبوءة أدرك أن المسافة طهر وأن الوصل صلاة، وفي غمرة السجود شاهدها بقلبه. قد ايه حلو اليوم هيك عم تقرا تكوني حاسه بالشيء اللي عم بتقولي. اكيد اكيد، لانه الاحساس هو المحرك الابداعي الاساسي. صحيح. وبدون احساس بتصير الكتابه مجرد صنعه، وهذا شيء بيكون كثير بعيد عن الحقيقه او انه يطرق قلب المستمع، فالاحساس هو المحرك الاساسي لكل الكتابات. عنوان وصايا الماء هو ملفت، خلينا نحكي عن الرسالة اليوم اللي حبيت توصليها من هذا العنوان. الحقيقة الرسالة اللي بتوصل عن طريق الماء رسالة لابد انه تحمل نفس صفات الماء، يعني لازم تكون شفيفة، لازم تكون انسيابية، لازم تكون عذبة، لازم تحمل الحياة مثل ما الماء هو اللي بيحمل لنا الحياة، ومثل ما الماء ممكن يكون سر الوجود. الماء بيدخل بكل شيء بحياتنا، ممكن يدخل بمشاعرنا، ممكن يدخل ب عنفواننا، ممكن يدخل برومانسيتنا، ممكن يدخل حتى بدم شهدائنا. فالماء بيحمل رسالة وعنوان عريض كتير كتير كبير، لهيك ممكن كتير تندرج كتابات تحت وصايا الماء، مثل ما ممكن نحمل أي عمل رسالة، ولازم برأيي يكون حامل رسالة كونية، وإلا ما في فائدة من أنه ينشأ هذا العمل أو حتى أنه ينوجد. لورانس هو رواية؟ نعم.
من كم يوم كان حفل توقيع الكتاب، خلينا نحكي او شو فرجينا الكتاب. نبارك لك فيه اول شيء. الله يبارك فيك. نحكي عن قصه الروايه لليوم، وهيك قدي اخذت معك وقت؟ لورانس يمكن صعب اني اجمل قصتها بحاله مختصره، لكن فيني اقول انه هو عنوان عريض لتمازجات ثقافيه قوميه وغربيه. هو حالة بتحمل كثير من رسائل الحب والرومانسية والبعد عن الدمار. خلينا نقول انه هو كمان رسالة كونية بعد ما نحن عانينا من فترات كثير بمعاناة الحرب والمؤخرات اللي اجت كتتاليات وتداعيات لهي الحرب. يمكن كانت هي نوعا ما بعيدة عن قصة الحرب، لكن بتحمل رسائل لما بعده، لحتى نحن كيف نستعيد انفسنا، كيف ممكن نحط عبر الزمن لنا مخطط زمني ونقدر نكون قادرين وفاعلين فيه على احداث التغيير، لانه اذا ما عملنا هيك فهو الزمن بكرر نفسه. ويمكن هذا الشيء بيتوضح من خلال شخصيات اجت من الابنه والام والجده اللي كمان ممكن تكون حملت كثير من الحكمه. فهذا التسلسل الزمني بخلينا نحس اول شيء بشريحه زمنيه كبيره ممكن تكون حاليه وسابقه وماضيه لبعيد، وثاني شيء ممكن تحس قديش نحن لازم نكون فاعلين بحيث نقدر نعمل اثر لحتى ما تكون حياتنا مثل الحياه اللي سبقونا، يعني احداث التغيير، وهي رساله جدا مهمه. طيب اختيارك اليوم للاسم، يعني اي حدا بده يشوف الاسم بيستغرب، يعني اللي ما بيفتح الروايه ما انه قريانه ممكن يشو يظن انه عم تحكي عن صبيه خاص، يعني انه خاصه فيها الروايه بدون ما تروحي لاي باب ثاني. على فكره العنوان أو دائما ممكن أو ممكن, ممكن جماله هو في الحقيقه اسم شب حاليا واسم قريه تسمت على اسم هذا الشب بالضبط. هو الاجمل انه العنوان يضيعك، يعني يسحرك وياخذك لحتى يجذبك انك انت تعرفي يا ترى عن شو بيتحدث هذا المنتج او هي الروايه الجديده. موضوع الاصدار دائما نحكي بموضوع الاصدار ضمن البلد وضمن الامكانيات المتاحه، هل عم يكون في صعوبات اثناء اصدار اي روايه؟ هلا ممكن تكون في صعوبات، واذا بنقول ما في صعوبات بنكون بصراحه ما عم نلامس الحقيقه. الصعوبات بتبدا بغض النظر عن الصعوبات اثناء الكتابه ولاي درجه انت ممكن يكون عندك هذا النزيف الروحي. بتجي صعوبات تبع الامكانيات الماديه انك انت تطبعي، خاصه انه المطبوعات احيانا بتكون على عاتقك الشخصي، يعني مو دائما بتكون مديريه الثقافه او اتحاد الكتاب هو المسؤول عن رعايه هذا الكتاب لعدد الاشخاص اللي ممكن يكونوا عم بيحاولوا يكتبوا وعم بيحاولوا يوثقوا منتجاتهم. العائق المادي ممكن يكون سبب لدى ناس كثير. الوقت اللي نحن موجودين فيه، ممكن قلة الورق، المحابر اللي شوي ضعيفة، هذا بيعمل وقت أطول أثناء الطباعة. يعني هي تقريبا أخذت حوالي 6 شهور طباعة لبين ما انطبعت ووصلتني كمنتج هيك خالص بين إيدي. قد ايه بيأثر سلبي عليك؟ هي صعوبات، هي صعوبات تعتبر، بس تأثر سلبيا يعني إن كان على حضرتك وإن كان على أي حدا عنده شغل يعني إبداعي. بتحسي هدول التراتبية الوقت الطويل ممكن إنه هيك يضعف فهمته مثل ما بيقولوا؟ أنا بتمنى إنه تصير التسهيلات أكبر بكثير. نحن أكيد رسالتنا هي إنه نقاوم الحالة الصعبة اللي نحن موجودين فيها، نثبت دائما إنه نحن أبناء حياة موجودين. فبضلني بقول إنه لا، يمكن حتى لو تأخر الإصدار المهم إنه في أشياء عم تطلع، في أشياء عم تجي للناس لحتى تقرأها، ترجع تعانق الكتاب من جديد، خاصة وسط هي العولمة الإلكترونية أو مكنكة الرقمية اللي خلتنا شوي نبعد عن الورق. فمنقول إنه يعني لسه الأمور بخير، لأنه لسه في إصدارات ورقية عم تجي وعم بتكون بين إيدين الناس إن شاء الله. هذا الشيء كثير مهم اليوم نركز عليه دائما. قد ما كان البي دي اف موجود والروايات الالكترونيه موجود، ما يعني ما في بديل عن هي المسكه للورق، احتضان الكتاب، وانه نحن ممكن بالليل بالتخت وين ما كان نقدر نحن نقرا. بدي اسالك عن الفتره الزمنيه اللي انجزتي فيها لورانس، ليش كانت؟ يعني هي امتدت تقريبا من بدايتها حوالي 8 شهور او 9 شهور. في أعمال ممكن تستمر أكثر، في أعمال ممكن تستمر أقل، لكن هي كانت نوع من الفورات، الإلحاحات اللي بتجيكي لحتى تكتبي.
بضل مسألة جمع المسائل، التدقيق اللغوي، الأسلوب اللي بدك تخرجي فيه الرواية في النهاية، هذا مرات ممكن ياخذ شوية وقت، لكن كنزيف يومي كان أمر ملح بشكل يومي تقريبا على مدى هاي الأشهر لحتى ما طلعت. كل كاتب دائما يعني بيكون متنوع بإصداراته وبيستلهم مواضيعه من أماكن مختلفة، ولكن بيضل له بصمة معينة. اليوم وين بتعتبري بصمتك أو الخط اللي أنت تلقائيا بتحسي حالك حابة تكتبي فيه أو المواضيع يلي تركزي فيها؟ الحقيقة أنا المعروف عني أني نظرتي للأمور هي نوعا ما تأملية فلسفية، منها يمكن من هذا التأمل العميق بتصير عمق الكتابات. دائما بتكون موجودة أشياء ما بين السطور، مثل كأنك أنت عم تتلاعبي بمخيلة القارئ وبتحثيه على أنه هو يكتشف المعنى، لأنه نحن كمان هلق مهمتنا أنه ما نقدم المادة كلقمة سهلة بالضبط، لأنه هذا أول شيء بيضعفك أدبيا، وثاني شيء الرمز هو اللي بيخليكي تحسي بسحر الشيء اللي انت عم تاخديه، ولحتى تحسي انك صاحبه قرار، انه كانه انت لما قراتي قررتي كيف ممكن تكون النهايه او شو الخلاصه اللي انت جذبتك وحبيتيها. ولهالسبب بيصير القارئ احيانا بيتبنى فكر الكاتب، وممكن يصير يعني ينقل له حياته باتجاه مختلف تماما، لانه هو حب هذا الكاتب، حب الطريقه اللي بيكتب فيها، حب الرسائل اللي عم بوصل له اياها. حبيت تقري لنا شيء من لورانس؟ انا لفتتني المقدمه. نعم. او الخاتمه هون كمان حلوه، بس ولكن هون كاتبه جمله حاتركك انت تقريها. قد ايه كنا نخاف يخوفونا انه هلا الله بيزعل منك، هلا الله بيعاقبك، هلا الله بده يحرقك، فاليوم هي مبلشه الروايه بهي الفكره، نقراها؟ ايه اكيد. حتى الغلاف مميز يعني. الغلاف بصراحة كل رواياتي هن رسوماتي، يعني هن لوحات موجودة حاليا وباخذها دائما كلوحة غلاف لأعمالي جميعا. كون حكيتي عن هاي النقطة قبل ما نقرأ، بتكون اللوحة جاهزة ولا بترسميها خاص نص للرواية؟ يعني أنت بتكوني موجودة وراسمتيها من قبل، بتقولي إنه باللا شعور أنت دمجتي بين الفن التشكيلي بخط معين مع الرواية؟ كيف بتصير القصص؟ الحقيقة هو تماما مثل ما عم تحكي، أنا ما ممكن أبدا إني أرسم رسمة مخصوصة بالرواية، لأنه هذا رجعنا فيه لموضوع الصنعة، ونحن كثير بعاد عن موضوع الصنعة، فهي بتكون اللوحة موجودة وباللاوعي أنت أكيد رح تتمزجي ما بينها وبين ما بتكتبي، لأنه الروح وحدة سواء كان كلمة أو خط أو رسم. يلا نسمع. بداية كتبت لأن الله طبعا محبة، حين رأيت وجه الله لم يكن مخيفا كما صوره الحشد منذ الطفولة، ولم يكن يوقد لنار عظمى، كان سمحا رقيقا عطوفا يشبه وجها أراه كثيرا في المرآة. شايفة هاي الفكرة قد ايه حلوة اليوم قديه متعلقة بذاكرتنا. نعم. هاي الفكرة وهي الشيء اللي عم تحكي قديه متعلقة بذاكرة الطفولة، يعني اليوم شو خطر لك تبلشي فيه يعني؟ يمكن لأنه مثل ما قلت نحن عم نحاول نزرع المحبة، عم نحاول نبعد الأشخاص عن الرهاب. للأسف بالفترة الأخيرة نحن صرنا نتخوف بأسماء مسميات كبيرة، حتى من ضمنها كانت الطريقة اللي عم نآمن فيها بربنا. صحيح. فلازم يكون الله هو الأقرب لأي شخص، هو اللي ممكن نشوفه بمرآتنا كل ما بنطلع بالمراية، لأنه بالنهاية نحن في يعني أبناء الله. صحيح. لهالسبب حبيت أبدأ بهي المقولة لحتى كرس أنه المحبة هي الرسالة الأسمى والأعظم اللي بتكون موجودة بحياتنا. خلينا هيك بسؤال ختامي، نعرف الأعمال القادمة اللي عم تتحضر، إذا في مشاركات رح تكون بمعارض؟ أكيد بتمنى، يعني أنا عم خطط لمعرض فني تشكيلي يكون نوعا ما كبير، وإن شاء الله رح يكون هيك بالأجواء القادمة. أكيد الوشايات بتوشي أنه دائما في كتابات سواء على مستوى الشعر أو مستوى الرواية، فبتمنى أنه يكون هذا الشيء معنا بعيد. نحن بنتمنى لك التوفيق وبنتمنى نشوفك مبدعه بكل اعمالك. دائما الابداع بده حريه وبده حدا داعم. اليوم زوجك معك؟ نعم، هو بصراحه هو الداعم الاول، الداعم الاول والاكبر، واسرتي بشكل عام. الزوج هو الداعم وهو الهادم، لا تقولي لي.
هو الداعم وهو الهادم. هو الداعم الحمد لله عندنا ما في هدم، هو ممكن يكون هادم لو كانت فعلا التصرفات سلبيه، لكن هو بالنسبه لي هو داعم وداعم يعني. ما شفتي وجهه لك مبسوط. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. بالختام نشكر وجودك معنا الكاتبه اسمهان الحلواني لكل اليوم هاي الطاقه الحلوه اللي منحتينا اياها، واكيد بالتوفيق لإلك وبنشوفك دائما بالعالم. انا اللي بتشكركم، شكرا لكم على الاستضافه اللطيفه.